حقيقة الأمر هذا أمر لا يختلف عليه اثنان، بأن العدو الأول لانتشار الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا والملاريا والأمراض التيفويد وأمراض كثيرة عديدة سببها مياه المجاري، مياه الصرف الصحي. طبعا أنا عشت في صنعاء وعرفت من خلال الهندسة شبكة الهندسة المجاري إنها شبه معدومة في أحياء، خاصة الأحياء القديمة، حيث لا توجد شبكة بالمعنى الصحيح لشبكة الصرف الصحي. يستخدمون الأماكن أو المناطق والأحياء القديمة، يستخدمون البيارات، والبيارات هذه طبعا يتم عندما تتهار البيارات أو يتم بقاء المياه، مياه الصرف الصحي، لفترات طويلة تتسرب عبر مسامات التربة وخاصة التربة الطينية، فتؤدي إلى انهيارات، تؤدي إلى وصولها إلى بيوت فتطفح في كثير من المناطق. طبعا ظهرت البيارات هذه في مدينة مثل صنعاء يجب أن لا تكون موجودة أساسا، لأن هي ضد حماية المواطن وحماية الإنسان من وصول هذه الأمراض إليها.